ننسوا 10 مليون شهيد، ننسوا قنابل النابالم، ننسوا بقر بطون الحوامل، ننسوا اغتصاب الحرائر، ننسوا سياسة الأرض المحروقة، هذا كله ننساه لأجل عيون ماكرون. لا لا يمكن نسيانه أبدا. طب أستاذ عبد الله، يعني هناك أمر لفت للنظر، الآن رئيس الحكومة الأسبانية يتحدث ويشير إلى رغبته في الذهاب للجزائر، هكذا تحدث بيدرو سانشيز وأشار إلى أنه يود التقارب أكثر وأكثر مع الجزائر، ولكن يبدو بأن هذه الإشارات تأتي أيضا في إطار حرص الدولة الأسبانية على ألا يكون هناك أي سوء تفاهم مع الدولة المغربية. بماذا تعلق على رغبة أسبانيا الأخيرة في عقد تقارب مع الجزائر؟ لا يمكن أن نعلق على ذلك إلا أنه تهافت على مغارة علي بابا في الجزائر، فبالتالي هو لما اليوم يشوف